أحمد، خد نفسك وركز كده مع شيخ الحارة عشان نروق خالص. هنلعب كورة يعني؟ هاخد نفس يعني؟ خد نفس معاه كده وشوف هيقول لك إيه يا أصل الراجل ده مش سهل وبيجيب كده حاجات. وفين شيخ الحارة؟ هيطلع لك دلوقتي. والفقرة دي مع شيخ الحارة. مع شيخ الحارة. مساء الخير يا شيخ الحارة. مساء الفل. مساء الفل يا عم أحمد. حبيب قلبي. أخبارك إيه يا كبير؟ تمام يا حبيبي. عم أحمد السبكي. قول لي يا حبيبي. عم الدنيا. أنت مالكش عزيز ليه يا عم أحمد؟ ماليش عزيز؟ آه. لا الحمد لله ليه عزيز؟ إزاي بقى؟ لا بتقلب على طول على اللي يسيبك. أنا عمري ما قلبت على حد. طب ليه يعني؟ ليه؟ هات لي مثال كده يعني. سعد الصغير. ما هو مش عاجب الحاجة إيناس عشان كده قلب عليه. لا الحاجة إيناس ليها دماغ ولا ليها دماغ؟ مش عاجبها سعد الصغير ولا محمود الليسي؟ حلوة لقب حاجة دي. حجة اسمها حجة. مالكش دعوة بمدام إيناس. طيب ماشي خلينا فينا. لا سعد الصغير معاه. سعد الصغير شخصية محترمة وعمري ما قلب عليه. أمينة. أمينة اتجوزت بقى وخلاص. ليه وانت كنت بتشغل عشان مش متجوزة؟ انت كنت عايز تتجوزها ولا ايه؟ استكنت أمينة بقى وبقت دلوقتي حاجة تانية يعني. أمينة بقت خلاص. وبعدين هقول لك على حاجه، الشغل بتاع امينه وسعد الصغير والحاجات دي خلص خلاص انتهى. ما انت دايما بتحط بديل يعني. امينه جبت مكانها بوسي، سعد الصغير جبت مكانه الليسي. ما هو بص، ما هو كل الوقت وليه ادانه بقى، فاهم انت يعني؟ مش غدر ده ولا قلب على حد. لا انا ما بقلبش على حد. امينه صاحبتي وحبيبتي وسعد الصغير حبيبي وصاحبي. مين النجم اللي انت طلعته وبعد ما نجمته وجبت بيه على ايرادات اتنطط عليك وسابك عشان فلوس؟ ما حدش اتنطط عليا بصراحه. كل الناس بتحب، كل النجوم اللي طلعت معايا تتمنى تشتغل معايا الحمد لله. لا لا لا، بس في واحد سبك ومشي عشان قرشين زياده. الشخصيه الايام دي ولا الايام اللي فاتت؟ الايام زمان. ايام زمان اول ما طلعته وعمل فيلم كسر بيه الدنيا، جه عمل نفسه هو الفيلم وزود عليه كلمه. فهمتك. انت بتتكلم على محمد سعد في فيلم الليمبي يعني؟ انت اللي قلت مش انا. لا بس محمد سعد يعني هو انت عارف طبعا لما النجم بيكتر، لما النجم بينجح واثناء ما هو بينجح كده تلاقي سكاكينه بتكتر وكل المنتجين بيجروا وراه عشان عايز ده اللي عايز يمضي وده اللي عايز. على فكره يعني. حصل مع محمد رمضان نفس الكلام، وحصل مع محمد سعد نفس الكلام. محمد سعد لما سكاكين ايه يا عم اللي بتكتر واحنا جزارين؟ إيه؟ سكاكين. بيقول لك سكاكين ايه اللي بتكتر في الافلام دي؟ يا عم انا انت هعمل ايه طيب؟ انا النجم، ما هو النجم لما لو جاله فلوس زياده ايامها بقى كان ايه ده بيتكلم ده على سنه 2002 يعني. هو اتنططوا عليك وباعوا الكلام ده خلص. وبعدين على فكره لما محمد سعد راح مضى مع الناس الثانيه ساعتها في الفيلم بتاع اللي بالي بالك اللي انت بتقول عليه، اللي انت قصدك عليه يعني، ايوه انا كنت برضك دخلت فيه شريك عن طريق محمد سعد. هو اللي دخلني فيه شريك علشان كانت ترضيه كده عشان خاطر ما تعملش مشاكل. انت كنت عامل عقد احتكار؟ مشكلة. كنت عامل مع النهارده الممثل يا شيخ الحاره اللي عايز يشتغل معاك يجي يشتغل، اللي مش عايز يشتغل معاك ما يشتغلش براحته. انا مش شخص ممثل يجي يشتغل معايا. عصيت انت محمد رمضان على شركه انتاج كان بيعمل معاها فيلم وخليته مضى معاك انت؟ لا انا ما عصيتوش. لا هو كان في فيلم فعلا مع شركه انتاج، كان فيلم اللي هو الديزل. الديزل اخر فيلم عمله معاه محمد رمضان، واخر فيلم عمله محمد رمضان يعني. كان هيتعمل مع شركه ثانيه وهو جه قال لي انا عايز امضي الفيلم ده معاك وعايز اعمله معاك، وجه عمله معايا واخرجه كريم السبكي ابني على فكره. كان ايام هو عمل كده ليه؟ ايه؟ هو عمل كده ليه؟ عشان بيحبني. انت ايه حكايتك في الخساره؟ انت على طول بتخسر كده؟ بخسر ايه؟ عمرو عرفه مش مخسرك 4 مليون جنيه؟ 4 مليون جنيه؟ لا هو ما خسرنيش، هو يعني المشاكل هي اللي خسرتني. هو يعني عمرو عرفه خدهم ليه؟ لا بس خسارة. احنا رحنا صورنا في كوبا وحصل مشاكل ما بين المخرج والممثل ورجعنا. عمرو عرفه اعتذر انه يعمل الفيلم بعد ما صور فيه هناك اسبوعين، واللي اتصور اترمى طبعا. طب وابتدينا الفيلم من اول وجديد وجبنا مخرج جديد وعملنا فيلم. ما صورتوش في كوبا ولا ما خدتوش الجزء بتاع؟ بقول لك صورنا اسبوعين ما خدناش ولا كادر من الشغل. بس غريبه قوي، مع ان عمرو عرفه ساعتها الحاج عمرو عرفه قال لي يا عم احمد انا سايب لك الفيلم واللي انت عايزه خده ما فيش مشاكل يعني، ما اعترضتش يعني.
والراجل بشياكه مشي من الفيلم وخلص وجبنا مجموع ال 4 مليون دول. انما المشكله ما كانتش معايا. ال 4 مليون دول بقى هتعمل فيهم ايه؟ ضاعوا خلاص؟ ضاعوا، هنعمل ايه ايامها؟ انا مش عارفه والله العظيم ازاي. ده كانت التذكره ايامها ب 30,000 جنيه. ايامها ما كانت 30,000 جنيه فلوس. فلوس يعني. السفر للكوفه. يا حاج احمد. انت كده يعني الراجل ده هو عمل معاك مشكله مع مخرج ومشاه، ويجي بعدها بفتره يعمل في فيلم تاني مع مخرجه ويمشيها من اول يوم تصوير؟ انت كده مش مسيطر يا حاج احمد. يعني اللي انا قلت لك ان هو بيتدخل الابطال النهارده. لا حصل ولا ما حصلش؟ مخرج ولا مخرجه؟ حصل ولا ما حصلش؟ ما هو المخرج الاولاني في كوبا. لا المخرج الاولاني هو اللي اعتذر من نفسه، محمد سعد ما مشاهوش. طب والمخرجه اللي في اول يوم تصوير؟ نفس الكلام، هي اللي اعتذرت. هي اللي انت كده بتبرر. انت اعتذروا ليه؟ ما هو اكيد اعتذرت علشان كان في وجهه، في اختلاف في وجهات النظر بس. ما بينها وما بين الممثل ما كناش لسه صورنا على فكره عشان تبقى فاهم. ما كناش طب ليه ما مشيتش النجم اللي اختلف وخليت المخرجه؟ لا ده اراء وهم بيتناقشوا على الترابيزه، ما كانش لسه الفيلم ابتدى ولا صورنا ولا حضرنا ولا عملنا حاجه. قبل يعني؟ اه قبل الكل. انت فضلت النجم ما فضلتش المخرج. ما انا المخرج يجي غيره والنجم يجي غيره. لا عمر الممثل ما يجي غيره. لا 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 المخرج ما يجيش غيره ابدا. انت عشان مخرجه بقى. لا شفت بقى، شفت ان انتوا خليتوا الدنيا سبهلله. بقول لك ايه، المخرج ما يجيش غيره. المخرج ده انت نمبر على فكره. المخرج اللي بيتكلم عليه ده كان مخرجه مش مخرج. ما انا هو قال، ما انا بقول مخرجه بس. هو مين اللي هي مين عملها في الاثنين؟ ساندرا. صح ساندرا نشط كان عملها في الاثنين، مخرج ومخرج. كان فيلم كان اختلاف ان هي راحت عملت ديكور معين وهو ما كانش. بس عايز اقول لك حاجه، اختيار ساندرا لعوكل، ما هو ساندرا مش بتاعت عوكل. كان ترشيح من وائل عبد الله على فكره. يعني يعني ساندرا مش الاختيار ما كانش مظبوط، لان ساندرا ست شيك ومخرجه كويسه. على فكره عوكل ده كان تاني فيلم او تالت فيلم لمحمد سعد. بس عوكل يعني مش ستايل ساندرا. على فكره الفيلم كله اتصور في تركيا معظمه، يعني 80% من الفيلم كان. بقول لك ايه يا حاج احمد، بس عشان نقطم الكلام. اتفضل. عايز اسالك سؤال بس تجاوبني بصراحه، ومش عايز السؤال ده يعلي درجه حرارتك. سؤالين اسال سؤالين. لا هو سؤال واحد. طيب قول. ومش عايزك تتعصب. انا عمري ما اتعصب. بقول لك ايه يا شيخ عرا، لا يقوم يضربنا ولا حاجه زي ما دخل صدى البلد كسر لنا الديكور. كلمه ما يقدرش. ما يقدرش. ايه؟ ما يقدرش ليه؟ يقدر. لا ما يقدرش. قول يا عم الحاج. بقول لك ايه، هو انت بتاخد راي مين في اي حاجه بتعملها؟ اللي حواليا. لا حد معين، لازم حد يقول لك امين فيبقى امين. مين ده بقى؟ محدش، ما اعرفش. ولادي. عم احمد. ولادي، باخد راي ولادي. غير ولادك. يعني ايه؟ مش فاهم السؤال. مش فاهم. انا مش عارف. أنا مش بتاخد راي حد يقول لك في ايه؟ طب باخد رايه في ايه؟ في كل حاجة، في إعلان، في برومو، في فيلم، في ورق، في أي حاجة. رأي الناس. حاجات فنية ولا أنا حاجات؟ أنا عندي مثلا إيه للناس اللي بتوع البوفيه، باخدهم أفرجهم على البرومو اللي بعمله، بجيب ناس من الشارع أطلعها أفرجها على البرومو. حاج أحمد ما تلوقش، أنت عارف بتتكلم عن مين. شوف الناس دي بتقول إيه، هتضحك ولا مش هتضحك؟ هيقولوا البرومو. دي حاجة كويسة، دي حاجات إحنا بنعملها دي عامة على طول. الكلمة الأخيرة لحد معين، مش كلمتك. ما عنديش حد معين اخد رايي. الحاجه بقى مراتي. اه مالها؟ ام الولاد لازم تقول لك امين على الحاجه عشان انت توافق او لا. لا انا المدام عندي مش بتاعت سينما، يعني مالهاش في السينما قوي، فبس يعني بس هي الخير والبركه عندنا يعني. هو عيبه ليه يعني؟ يعني بنتفائل بيها والحمد لله. بس هي الحمد لله مسيطره برضه. انت سيطر، ايه المشكله يعني؟ شفت الراجل مسلم، الراجل مسلم. انتوا عايزين يعني مسيطره عشان مربيه عيالها. يا شيخ الحاره مش عارف ترفع درجه حرارته، هو جاي مستحلف لك على فكره. انا كنت فاكره انه مستحلف لنا. طيب اسيبك انت بقى ترفعيها انت. نسيب نرفعها احنا. منورة. يلا الفقره اللي جايه درجه حرارتك. يعني عندي كورونا ولا ايه؟ درجه حرارتك. السؤال ده درجة حرارتك 38. مين النجم اللي خطفه منك أخوك محمد السبكي وعمل بيه فيلم وزعلته من بعض؟ مفيش حد. السؤال خدش ده منك حد؟ ما خدش مني حد. هياخد مني ايه؟ لا في نجم خده منك. على فكرة النجوم كلها على المشاعر. ان هو النجوم بتشتغل في كل حته. اه بس في حد كان هيمضي معاك وبعدين هو خده منك وزعلك وروح وراح معاه. لا مفيش الكلام ده. مفيش. لا مفيش.
وبعدين ليه حاطين محمد قصادي؟ طب ما فيش شركات غير محمد كتير. طب ما فيش شركات غير محمد كتير. لا بس اخوك يعني انتوا الاثنين ما تنافسوش بعض في مفيش في نجم. مفيش منافسه النهارده يعني. فيلمك غير فيلمي. انت في حته وانا في حته. محمد في حته، دولار في حته، الشركات كلها. انا عارف ان في شركات بس انتوا عشان كنتوا شركه واحده وانفصلتوا وانتوا الاثنين اخوات. على فكره فكل حركه بينكم بتبقى حساسه عند الناس. ولا في الكلام. السؤال اللي بعده درجه حرارته 39. يا لهوي. ما خفتش من افكار الكاتب ابراهيم عيسى قبل ما تقرر تنتج فيلم صاحب المقام، خصوصا انه دايما بيتهاجم بسبب افكاره؟ هو بيتهاجم؟ هو بيتهاجم بسبب افكاره يعني. هو راجل طبعا عظيم بس يعني ومفكر. انا شايف ان ابراهيم عيسى علامه. طبعا راجل علامه. احنا بنقول ده راجل 10 بس عشر. بيتهاجم عشان ناجح. ما انا بتهاجم طبعا. ما انا بتهاجم زيه عشان ناجح برضه يعني. انت حطيت نفسك زي ابراهيم. اي بني ادم ناجح بيتهاجم. احنا اكتر ناس بنتهاجم على فكره عشان احنا اكتر ناس ناجحين. شو تبي فيها؟ الفيلم المصري ليه مغضوب عليه دلوقتي في كل العالم العربي؟ انا بروح وبشوف يقولوا لي يا مدام ايناس عيب معقول الفيلم العربي اللي بسم الله ما شاء الله ما حدش مشاغب. لا احنا هنتكلم بصراحه. اقولك على لا انا اتكلم بقى بصراحه. اتكلم غير ان العالم العربي راضي عن افلامنا. طبعا راضي عن افلامنا. احنا اللي مشغلين العالم العربي في السينما. الفيلم المصري هو اللي مشغل العالم العربي في السينما. احنا بتوع السينما. احنا بتوع السينما. السينما هي 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 تاريخ الوطن العربي. احنا ما بنقولش حاجه. احنا متضايقين ان هم زعلانين مننا ان احنا عملنا الافلام دي. هم ما يزعلوا مننا. لا هم فرحانين بافلامنا. النهارده السعوديه زعلان. عملت سينمات والسعوديه عملت واشتغلت والفيلم العربي انتشر. الكويت الخليج كله. هم زعلانين من الانتاج بتاعنا اللي هم النهارده مش لاقيين يتفرجوا عليه. مش ده مجتمعهم ولا ده هم ولا بيعرفوا الناس دي ولا العالم يعني ده. يعني الممر ما عجبهمش كازابلانكا. معلومه انا اقول لك حاجه. انا كنت قاعده جنب واحده من الاردن وكانت بتتفرج على حين ميسره. والله العظيم ما تعرفش انا مين. قالت لي مدام حضرتكم ليه بتكرهوا بلدكم كده؟ بلدكم حلوه قوي. ده احنا بنيجي نتفسح في البلد دي ونشوف فيها كل حاجه حلوه. ليه وصلتونا ان نشوف حاجه عمرنا ما شفناها عن مصر؟ واحده ما تعرفش حتى انا مين. زعلانه ان احنا طلعنا مجتمعنا بالشكل ده وبينا كل المساوئ اللي جوه المجتمع في فيلم واحد. فدي وحين ميسره ما عجبكيش؟ ما عجبني. ما عجبنيش. عارف ليه ما عجبنيش؟ لان ما فيش فيلم بتلم فيه كل مشاكل الدنيا في فيلم واحد. وقمت من نص الفيلم لانه انا الرئيس عمر الرئيس عمر مش انا ما بتكلمش على افلام. انا بتكلم انه لما بتعمل دوز عالي قوي وتكثفه كله في مكان واحد وتركز على حاجه معينه بتقول ان ده المجتمع المصري. لا، في جزء في المجتمع المصري في كده وفي جزء ما فيش كده. لكن التركيز على مشاكلنا قوي وعلى ان احنا وصلنا للانحطاط ده في السينما. احنا مش كده. مصر مش كده. مصر مش كده خالص. طبعا. والعرب شايفيننا ان احنا اللي عملنا في بلدنا كده. احنا ما عملنا. احنا بلدنا فوق دماغنا. احنا هنغير بلدنا دلوقتي كلها ان شاء الله. خالد يوسف ما ومشى وساب البلد. يعني بصرف النظر. بصرف النظر يعني. السؤال اللي جاي درجة حرارته 40. ماشي. اتقال ان فيلم بنات ثانوي مسروق من المسلسل الاسباني إليت. تعليقك ايه على الموضوع ده؟ لا ولا مسروق ولا حاجة. إليت ده مسلسل ده بيطارد دلوقتي باين على فكرة. ده مسلسل كذا حلقة بس ده مش مسروق منه؟ كذا سيزون يعني. كذا لا 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 ملوش علاقة. ملوش علاقة منه خالص. أيمن سلامة كاتب المسلسل الفيلم ده من زمان. ده الفيلم ده المسلسل ده الفيلم ده كان مسلسل عند أيمن سلامة. كان هيعمله مسلسل وعملوا فيلم وجالي بيه هو ومحمود كامل المخرج وقالوا لي عايزين نعمل الفيلم ده. ما قالوا لكش عايزين نعمل مسلسل وأنت قلت لهم نعمله فيلم؟ لا 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 قريته كفيلم وعملته وعجبني. ما عجبني. انا ما اعملش حاجه غير عجباني عشان طيب تفكر. انا طبعا اكيد يعني. طب انت سمعت الكلام انه مسروق بعد ما عملت لا. الفيلم؟ لا هي في واحده ادعت ان هي كانت مديال محمود كامل بس طلع المسلسل الفيلم اللي هي بتتكلم عليه غير فيلم ايمن سلامه. غير فيلم. لما شافت الفيلم لان ايمن سلامه زارع الفيلم وانا قاعد معاه على فكره. لا ما هو ممكن الافكار يعني يقدر ياخد فكره معينه. بتتدخل انت في السيناريوهات وافكار الفيلم وكده؟ انا بقول رايي ساعات يتاخد بيه او ما يتاخدش على حسب المؤلف عايز. بس لما بيعجبك فيلم خلاص بتقول انما انا ما اقرا فيلم ويعجبني يعني. انا اما ابراهيم عيسى قدم لي الفيلم بتاعه عن طريق منظور العدل وهو انا طرت بيه وعملته. قلت له هعمله. ولا اسم ابراهيم عيسى نفسه خلاك تقول انا هعمل الفيلم ده زغل العينين؟ ما هو ابراهيم عيسى راجل طبعا. لا طبعا هو اسمه بس. لا بس هو الفيلم كمان مكتوب واسمه على التتر وعلى الافيش.
وبعدين يتحط في تاريخك برضو ابراهيم عيسى لما يتحط معاك هيرفع كل وانا اتحط في تاريخه برضو. لا انت هتتحط في تاريخه برضو. انا اتحط في تاريخ ابراهيم عيسى على فكره، انا كاحمد السكري اللي عمله فيلم يعني. تفتكر ده في صالح ابراهيم عيسى ولا ده؟ طبعا في صالح، في صالحه. يحصل له الشرف ان انا عملت معاه فيلم والله، ولا يحصل لي الشرف ان انا عملت معاه فيلم؟ طبعا طبعا. ابراهيم عيسى راجل محترم. طبعا طبعا. السؤال اللي جاي، درجه حرارتك في 41؟ ب 41 يعني ده خلاص بقى. لو معاك سيناريو يناسب الفنان الكبير عادل امام، هيوافق يمضي معاك ولا لا؟ طبعا هيوافق. اه طبعا. متاكد؟ اه والله. ايه ده يحصل للشغل؟ عمرك عرضت عليه؟ انا كنت هعمل معاه فيلم مع الله يرحمه الكاتب محمود ابو زيد، ورحنا قعدنا انا ومحمود ابو زيد معاه، وحصل ان ما حصلش نصيب ان احنا نعمل فيلم. مش بسببنا يعني، هو ومحمود ابو زيد دي حاجه بتاعتهم بقى. هو واخد موقف في افلام السبكي؟ لا مش واخد. لا. طب ليه بعمره ما اشتغل معاكم مع ان انتوا يعني بتحبوا النجوم؟ يعني هو عادل امام، يعني عادل امام ده نجم جامد جدا. اشتغلتوا مع احمد زكي؟ لا هيجي قبله ولا هيجي بعده، مع احترامي للجميع. عادل امام ده السينما نفسها. اي حد يتمنى بس مش محطوط في السي في بتاعك. انت كنت تتمنى ان يتحط في ابنه يتحط في السي في بتاعك؟ بس صعب. ابنه محطوط في السي في بتاعك؟ ابنه. طيب احنا خلصنا منطقة درجة حرارتك، وبعد الفاصل هتنقذ مين؟ من الغرق ولا منين؟ انت جاي مستعدلي جدا يا. لا والله ابدا. الفقرة دي اسمها تنقذ مين؟ أنقذ مين؟ تنقذ مين؟ هنعرض لك مجموعة من الصور، وكل مجموعة هتنقذ منها واحد بس، هتشوفهم قدامك وتقول تنقذ مين؟ أحمد السقا، مصطفى شعبان، ياسر جلال. هتقول أنقذ مين من دول يعني؟ الأول؟ أحمد السقا. احمد السقا. ليش معنى احمد؟ عشان نجم يعني، نجم شباك. لا مش شرط يعني، عشان انا بحب احمد السقا قوي برضه. بتحبه برضه؟ نفسك يشتغل معاك ولا؟ انا اتمنى اشتغل مع كل الممثلين، بس مش احمد السقا لوحده. مش احمد. اتفضل. المجموعه اللي بعدها، علي ربيع، مصطفى خاطر، محمد عبد الرحمن. منقذ علي ربيع. علي ربيع برضه. انت ليك في النجوم، انت عاوز تشتغل معايا برضه؟ اشتغل معايا. عشان اشتغل معايا وتوت اشتغل معايا، بس علي ربيع اشتغل اكتر من علي ربيع معايا. المجموعه اللي بعدها، عمنا حسن حسني، وبيومي فؤاد، وصلاح عبد الله. عم حسن حسني. عم حسن حسني. كلنا هننقذ عم حسن حسني. بعد ما انقذت بقى اللي انقذته، بقي لك الاسوأ من الكورونا. يعني ايه الاسوأ من الكورونا؟ أسوأ من الكورونا. في حياة السبكي مين أسوأ من الكورونا؟ مفيش حد أسوأ من الكورونا. شخص يعني، في صفة ممكن تكون أسوأ من الكورونا؟ لا مفيش حد أسوأ من الكورونا. الكورونا أسوأ حاجة، أسوأ حاجة مرت شفناها على العالم كله مش على مصر بس. طب في قبل الكورونا حاجة سيئة في حياتك؟ لا. عاوز تتخلص منها؟ عاوز تحس سيئة إنها كانت؟ لا مفيش حاجة سيئة في حياتك. ما عندوش حاجة سيئة في حياته خالص. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. طيب دلوقتي لو انت بقى مع عيلتك،